استعرض اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وأكد الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظ البنك على أهمية تذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروعات الزراعية لما لها من أهمية في توسيع الرقعة الزراعية وتوفير فرص. كما استعرضت اللجنة الجهود المبذولة في مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدة على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع.